جمعية عطاء، إدارة جمعية عطاء تقوم باستغلال المهجرين بدفع أجار السكن ودفع أجار المياه ودفع أجار الكهرباء. لقوا محسوبيات بالوظائف، ما وظائف، وعالم محروم ومساكين، بعثوا لهم أما تدفعوا أجار البيت وأما تطلعوا من القرية. هذا اللي جاري اليوم في قرية عطاء. نحن هون قلنا طلب صغير بس عطاء، انه يا اخي ليش هالمطالبات عم تطلبونا فيها؟ مي وكهرباء واجار بيوت، قلنا 7 سنين عم ننزح من منطقه لمنطقه، ما خلينا خيمه ومثل ما بيقولوا مسكننا فيها، ما خلينا منطقه وما اكلنا فيها صواريخ وقنابل ورشاشات وطيران، والعالم تدمرت، يعني هون العالم جاي لهون منتهيه على الاخير، ميته مستويه.